أهلا بكم. الإعلامي قدير رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وصاحب الصوت المميز الراحل أستاذ أمين بسيوني. شغل الأستاذ أمين بسيوني عدة مناصب في الإذاعة المصرية، بدءا من مذيع بصوت العرب، فرئيس شبكة صوت العرب، ثم رئيس الإذاعة المصرية، وأخيرا رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وقام بالعديد من الأعمال الإذاعية في ميدان الدراما والبرامج الثقافية والمنوعات والبرامج السياسية كمان. كان صاحب رسالة في حياته العملية، وأكيد كان صاحب رسالة في حياته الشخصية. في زمن ما شفته بيسوق عربيته البيجو 404 في هدوء، وعشان نعرف أكتر عن كواليس علاقته بعربياته هيكون معنا الإعلامي الجميل ونائب رئيس التلفزيون السابق علاء أمين بسيوني عشان يحكي لنا عن والده الراحل أستاذ أمين بسيوني. كل سنة وحيك طيب وبخير. وانت طيب وكل السادة المستمعين بخير. رمضان كريم. الله أكرم. يعني أكيد شاهد على عصر وزمن طويل في حياة أستاذ أمين بسيوني، فياريت تقول لي إيه قصة العربية بيجو 404؟ هل دي كانت أول عربية من عربياته، أو ممكن يعني نسأل شوية أسئلة ما بين أول عربية جابها، آخر عربية جابها، الحاجات المختلفة اللي السادة المستمعين يحبوا يسمعوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بابا الله يرحمه كان هادي جدا في سواقته عموما، كانش بيجري يعني. ما كانش بيجري، لا، وهو اللي علمني السواقة، وكان بيدربني على فكرة ان انت نص الموضوع ثقة بالنفس، وانك تعرف تحرك ايديك ورجليك ازاي وتنقل. كان ساعتها طبعا مانيول مش اوتوماتيك العربيات. هو كان بيحب السواقة؟ بالنسبة له يعني حاجة للتوصيل لأداء الغرض يعني. بالنسبة لنا احنا لما كنا احنا شباب كنا بنحب العربيات ونحب السواقة، نحب نجري وكده يعني. فكان بيعلمني ان نص السواقة ثقة في النفس وانك تبقى متمكن من العربية، والنص الثاني تفادي اخطاء الاخرين، احذر خطأ الغير. ده دايما الكلمة اللي اهالينا او الجيل القديم بينقلها لنا. تمام كده. الحقيقة في الفترة اللي قامت فيها ثورة ليبيا، ثورة الفاتح من سبتمبر، ساعتها الرئيس جمال عبد الناصر ادى اوامر انه يبقى في دعم للثورة الوليدة في ليبيا، وكان في تكليف لبابا رحمة الله عليه انه يسافر الى ليبيا يساعد في يعني عمل إذاعة هناك بشكل محترف يعني. فانا فجأة لقيت نفسي وانا لسه طفل صغير كده عايشين في بنغازي ثم في طرابلس، وبالتالي في الغربة دي كانت أول عربية بابا يشتريها عشان المشاوير بس على قد الشغل الإذاعة ورايح جاي، كانت عربية فيها 850، كانت مشهورة قوي في ذلك الوقت. فاكرها كويس. صغيرة، عربية صغيرة فيها 850. لونها إيه؟ كان لونها بيج. كان هو بيحب ألوان إيه؟ هو الهادية، يحب الألوان الهادية، ابيض بيج اسود كحلي يعني. الا الالوان اللي هي ملعلعه شويه وكده دي ما كانتش بتستهوي يعني. بعد الفيت جاب ايه؟ بعد الفيت، بعد لما قعدنا هناك حوالي 3 4 سنين، لما جينا هنا في مصر اشترى عربيه مرسيدس 190. فاكر يعني الشكل القديم او ديول كبيره ده وفوانيس طويله. يعني البيجو كانت بعد مرسيدس مش قبل. بالظبط كده، بالظبط كده. اكتر عربيه كان بيحبها ايه؟ هي العربيه البيجو. هو يعني النعومه الفرنسيه والشياكه والاداء الكويس هو كان معجب بيه يعني. يعني ما بين المرسيدس والبيجو كان بيفضل البيجو، لان هو ما كانش يعني لما بيسوق العربيه المرسيدس ما كانش بيستخدم كل امكانياتها والزخم بتاع الموتور بتاعها، لا هو سواقته هاديه جدا، فكان بالنسبه له البيجو. فبالنسبه له البيجو. عندي اسئله كتير، خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل تاني. ولسه مكملين معاك وعربيتك في رمضان مع نائب رئيس التلفزيون السابق علاء أمين بسيوني عشان يحكي لنا عن والده الراحل الأستاذ أمين بسيوني. قلت لنا إن أكتر عربية كان بيحبها البيجو، هي دي أكتر عربية قضت معاه وقت طويل؟ بالظبط كده. ويعني بعد يعني فترة كان مطلوب إن أنا يبقى لي عربية عشان إحنا كنا ساكنين في وسط البلد ودخلت الجامعة. كان لازم أنت تسوق. فكان لازم أنا أسوق. سوقت كويس؟ اتعلمت كويس من اتعلمت كويس جدا، ولو اني كنت ساعتها كشاب صغير بحب اسوق بسرعه شويه لما كان بابا وماما يركبوا معايا. ايوه ده السؤال كنت هساله. بابا ايه اعصابه هاديه، ماما رحمه الله عليها دايما اعصابها خفيفه فكانت بتخاف، فتخاف على هدي السرعه شويه، فبابا يقول لها ما تخافيش ابنك بيسوق كويس. يعني ما كانش بيقلق لما يركب جنبك؟ لا خالص خالص. لا طيب
اما بقى عندك عربيه، هو كان فضل بالبيجو دي فتره طويله وبعد كده غير، جاب عربيه ايه؟ جاب عربيه فيات 131. العربيه الاشهر للشعب المصري. الشعب المصري هو كان دايما يعني يحب الحاجات العمليه اللي ما فيهاش مبالغه، مفيهاش مشاكل. فخلاص انا خدت انا البيجو، فهو جاب العربيه الثانيه وكان بيروح بيها الشغل وكده، وانا استوليت على البيجو بقى في مشاويري. يعني انت اللي خدت البيجو وفضل بالفيات. طيب كان غاوي سفر بالعربيه؟ يعني كان بيحب يسوق مسافات طويله اكتر من وسط البلد. يعني لما كنا نطلع مثلا اسكندريه او زمان بقى جمصه وراس البر والحتت دي، كان يحب يسوق. احنا بالنسبه لنا على فكره لما كنا في السن دي كان السفر والقياده في حد ذاتها متعه. طبعا شارع فاضيه كل حاجه. كان غاوي ميكانيكا؟ لا. لو عدت العربيه كان بيعمل ايه؟ فلان الفلاني المختص بتاع مثلا بيجو هو اللي هنروح يصلح العربيه. طيب لما جيت تجيب عربيتك، هو اختار لك عربيتك ولا هو ساب لك حريه الاختيار؟ لا ساعتها يعني كنت لسه في مقتبل حياتي، واول ما اتخرجت، انا اتخرجت من كليه التجاره سنه 84، جربت حياتي الاول في احد البنوك، واتخنقت بعد سنتين او سنه ونص من القعده على المكاتب والارقام وكده، حسيت ان دي مش شخصيتي. ولما سبت البنك وخدت يعني المكافأة بتاعتي والفلوس اللي أنا اشتغلت بيها، جبت عربية كانت يدوبك تخليني أشتري عربية 128 من المصنع، فحجزت النصر. النصر 128 من المصنع وخدتها، وعربية أول عربية زيرو بقى أنا اشتريها باسمي في حياتي. يعني تقدر تقول إيه اللي تعلمته من الوالد الراحل أستاذ أمين بشير في السواقة؟ بص، هو في السواقة زيه زي في حياته العملية، زيه زي معانا في البيت في العلاقات الأسرية، هو راجل هادي ومتزن، ويؤمن جدا أنه الأب لازم يورث أولاده وأسرته القيم والأخلاقيات والتدين الحقيقي، مش التدين المزيف. وبالتالي ده يعني انعكس على طريقته في القيادة، انعكس على طريقته في التعامل معنا احنا كأولاده، انعكس على حتى زملائه، حتى لما كان يبقى فيه مشاكل في الشغل وهو رئيسهم كان يحاول يحتوي دايما الناس بحيث انه يطلعوا متصالحين مع بعض من مكتبه مش متخانقين. فهو السمت الهادي بتاعه كان في كل حياته الحقيقة. يعني زي ما قلنا في الأول، كان عنده رسالة في حياته العملية ودي رسالته في حياته الشخصية وسطكم. علاء أمين بسيوني نجل، نائب رئيس التلفزيون السابق ونجل الأستاذ أمين بسيوني، شكرا لك، كل سنة وحيك طيب ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانتم طيبين.